مرحبا بالناس الكل تسمع في برنامجنا نحكي و... احكي وما تخليهاش في قلبك مع سونيا جبالي على الحياة فام. نحكي ومعانا يطول الحديث نحكي ومعانا يطول الحديث. نذكر سادة مستمعين موضوع حصتنا اليوم، الوضعية الاجتماعية للمعينات المنزلية. يقولنا سيد المخرج معانا مكالمة هاتفية نستقبلها تتفيت معانا. لو عسلامة. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. مرحبا. مرحبا مدام سونيا، مرحبا بالجروب الكل. مرحبا. معكم وسامة من تونس. مرحبا. برشا بيكم. مرحبا يا سيدي. مرحبا. مرحبا بأهالينا الكل في تونس. مرحبا يا سيدي. عايزك عايزك عايزك. ديما نتبع عندكم دي سوجي تخي زانتيريسون بالحق. يخليك بالكيف لازم تحب تتفاعل. يعطيك الصحة. سيرتو هذا انا ما بنفعلش برشا الحق. ديما نتبع فيكم. مي هذا سوجي بالحق يمس على الاخر. خاطر من حاجات نراو فيها يوميا، نراو فيها يعني بالنسبه للمراه تخدم، هي امي هي اختي. أكيد. يعني عائلتنا هذاكم اخواتنا الناس الكل. أي. انا عندي دو بوان برك حبيت نحكي عليهم. تفضل. البوان الاولى بالنسبه يعني نحكي اون جينيرال بالنسبه للراجل. أي. اللي حكيتوا عليه انتم بصفه عامه، يعني ما هو يعني ما نحطوش راجل ذكر يبدا قاعد باغ اكزومبل في قهوه ولا قهوه يستنى في مرته بتخدم عليه كامل. والله نحب نوصل له ميساج هذا، خاطر اكيد فما برشا ناس تسمع في الموضوع هذا. نحب نوصل له ميساج نقول له يعني ما نعرفش خمم فيها، يعني راك نهار اخر راك باش تحاسب على اللي تعمل فيه، يعني ما عندك وين هارب منه هذا الكل. وحاجه اخرى على الدوله. يعني انا ماذا بيا ما نعرفش وقتي راح، ما نعرفش لازم تعطيونا في الناحيه القانونيه. اقتراح يعني بالنسبه للقانون، علاش ما يتعملش قانون يعني صارم في الموضوع هذا بالذات، يكونوا لي كونترا تاع الناس هذوما اللي يخدموا في الديار يكون اوتوماتيكمون تابع الدوله، ما فماش حتى سوسيتي بريفي، ما فما حتى شيء لازم، ما فماش وسيط فوالا وسيط ليه، لازم يكون تابع الدوله ما يدخل يخدم، خاطر هما بالحق يعانيوا. احنا نحكيو يعني نحكيو مثلا على العاصمه على وسط البلاد وكل شيء، هذوكم نجم تكون مراقبين شويه. داكور. لكن فما راهو حالات البرة في الارياف وكل شيء، فما ديمينار يخدموا هذا كل ما نجموش نخبيوها، يعني موجود. فوالا موجود يعني وبالحق هذاكم ناس مساكن راهو حتى باش كي باش تشكي ما تنجمش، تخاف راهي تخاف من بوها، تخاف من خوها، تخاف على شرفها، تخاف اكيد تعرف يعني المونتاليتي ماهيش كل بلاصه وكيفاش. صحيح. كل بلاصه والخصوصيه نتاعها. صحيح. ماهيش كيف تكون مثلا في تونس اوكي تنجم تكون هكا اوبن مايند شويه، تنجم وتقول لك ليه نطالب بحقي وكذا، غيرها ما تنجمش. صحيح صحيح. يعني كي تعمل انت مثلا تبارك الله احنا في تونس عندنا 7000 نقابه. اي. ما فيها باس تكون عندهم نقابه حتى هما، عباد تحامي عليهم، عباد تقف عليهم، يعملوا يمثلوهم. تنجم هذيك الطفله هذيك نهار اللي يصير لها حاجه ولا فوالا تلقى شكون تتجه، على الاقل النيميرو هذيك تكلموا هكا تكون محميه، خاطر هي اكيد تخاف من العباد اللي تخدم عندهم. اكيد. سي نورمال باش تكون تخاف منهم مادام كملت وهي متعرضه للاعتداء ولا تحرش ولا يعني ماذا بيا لو كان هكا حاجه ما يفيدش الدوله تلهيت بكل شيء تبارك الله. وقاعدين نحسنوا بالبلاد ماشيه وتتحسن بقدره الله. يعني على الاقل بوان صغيره تحميهم. تخي فيها باس هما فئه بعدين هم ياسر صحيح تاع وزاره المراه شفتها يعني كي عملت الكونترا جديد حاجه باهيه، لكن ما يفيدش اكثر شويه يعني. اما باقي نراو فيه اللي هو ناقص في حقه فوالا، ناقص في حقه مساكن يعني لا شهري معتبره فوالا، لا يصبوا عليهم يعني ما عندهم حتى حقوق حتى شيء، تتعارك معاها يعني اجتماعيه لا تغطيه صحيه لا حاجه. صحيح. يعني العشيه مثلا ما عجبهاش عادي طردها لمراه تاكل طريحه ولا سوار مساكن، يعني كما قلت لك لا حول ولا قوه. واضح. بالحق مساكن لا حول ولا قوة. واضح. دوك مشكور جدا سيد أسامة. مساكن حاب نوصل لكم تحية كل يعني مرحبا. كل الجروب وكلكم ديجون وكل شيء، كما نشوف كما نشوف كنت بدا سونيا، كما نشوف نون، كما نشوف محمد، كما نشوف شهيرة نون ريت كيفاه. مشهورة برشا. يفضلك تونس ولا قتلك تونس وصلت نون الكنية نتاعها وصلت لتونس بارك الله عليهم وزيرة المرأة هذيك ان شاء الله ان شاء الله. دونك يعطيك الصحة يا سي أسامة، ميرسي بوكو على التدخل نتاعك. دونك بلغنا سلام للأهالينا الكل في تونس الكبرى وفي مختلف ولايات الجمهورية التونسية، ان شاء الله الحياة فيم يوصل النهار وتتسمع في على كامل تراب الجمهورية. نمشيو توت سويت كإجابة للتساؤل نتاع سي أسامة في فقرتنا هاو حقك معنا الفجاري. هاو حقك، هاو حقك، وهاو حقك.
نحب نبداها وحقك كالعاده من الناحيه القانونيه. نحب نبدا بالقانون اللي يتعلق بمنع الاتجار بالاشخاص ومكافحته اللي من ضمن الجرائم اللي تعد اتجار بالاشخاص نلقاو الاستغلال الاقتصادي او الجنسي للاطفال بمناسبه تشغيلهم هذا اللي يهم فيما يخص الصغار وفيما يخص النساء حاله الاستضعاف. وخلني بالله نبينها خاطر هي كلمه قانونيه وبرشا ناس يقول لك اش بيكم تحكيوا بالصعيب. حاله الاستضعاف هي شنو؟ حسب القانون الصادر في 2017 اللي هم قانون منهضة العنف ضد المرأة والطفل يقول لك هو كل شخص مضطر باش يخضع للاستغلال ناجم على خاطره طفل صغير والا واحد وضعيته القانونيه غير سويه. مثلا كيما عندنا ناس مقيمين في تونس الاقامه نتاعهم وفات وضعيته قانونيه غير سليم او حاله الحمل اللي عند المراه حاله استضعاف او حاله الاحتياج الشديد عبد في حاله فقر او حاله مرض خطير حاله ادمان حاله قصور ذهني او بدني. هذو مش معناها حالة استضعاف. راهم هذو يدخلوا في قانون الاتجار بالأشخاص والعقوبة متاعهم 10 سنين و50 ألف دينار خطير. هذا الباب الأول. الباب الثاني نحب نقول اللي كما كان مدخل معنا مش أسامة قال بالله القانون هاو القانون عندنا قانون عدد 37 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 عنوانه ويتعلق بتنظيم العمل المنزلي. يقولك شنو معناها عمل منزلي؟ عمل منزلي راهو أي شخص عادي مهما كانت جنسيته يقوم بصفة مسترسلة وعادية بأعمال مرتبطة بالمنزل وبالأسرة تحت رقابة وإدارة يا إما مؤجر واحد نقول احنا رب أسرة واحد ولا عدة مؤجرين مقابل أجر مهما كانت طريقة الخلاص متاعو بالنهار بالشهر بالجمعة. هذيش معناها عمل منزلي في الإطار القانون هذي يقولك يحجر تشغيل الأطفال كعاملات وعمال منازل. بالله راهو يحجر تشغيل الأطفال كعاملات وعمال منازل أو التوسط في ذلك معناه يمشي واسطة راهو محجر. تشغيل عاملات وعمال المنازل يكون مباشرة عن طريق مكتب التشغيل بيرودون بلواء والعمل المستقل دون غيرها. فوالا هذاك علاش احنا وصلنا توا للعقد. العقد راهو مش يكون طرف فيه مكتب التشغيل. كيما انسان حامل شهاده عليا كيما انسان مستوى بكالوريا كيما اي واحد فينا يلوج على خدمه باش يمشي يسجل في بيرو شغل. واضح كما اوجب القانون هذايا هو بيدو إعلام صندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من قبل المؤجر. أنت كي مش تجي تخدم عابد عندك يلزمك تمشي تعلم عليه باش يكون عنده صبان باش يكون عنده كرني باش حقوقه هذه تتضمن. ثلاثة يحجر وبربي ركزول يحجر القانون هذا حجز وثائق هوية العاملة. معناها تجي واحدة المركز ولا لأي إدارة تقول لهم يا ناس جريولي فكولي بطاقة تعريفي أبسط حاجة راهو تحجير راهو ممنوع راهو بالحبس راهو بخطية. هوية العاملة المنزلية أو العامل المنزلي لأي سبب إلزام العاملة المنزلية أو العامل المنزلي محجر زادة باش يقعد مع أفراد الأسرة في وقت الراحة متاعه خاطر عنده أيامات راح يومية ولا أسبوعي فماش ولا إجازة سنوية. أما هذوما أي سبعة سبعة ولا 24 على 24 راهو يولي استعباد يولي رق يولي يخضع القانون. مادام فما عقد عمل دونك اوتوماتيكمون فما عدد سوايع اللي يجوزو يخدمو. يعطيك احنا هو عندنا القانون اش خرج القانون هذا خرج لنا عقد العمل اللي احنا وصلنا رأيت نجم الناس ترى فيه نقائص واحنا مجهود بشري يشوبوا بعض النقائص وماشيين ونحسن. القانون هذا تحط في 2021 ورد هانا 2023 وصلنا للكونترا في صيغته النهائي ماشيين وندزوا اللي الفئه هذه تلقى حقها يعاقب بالسجن من شهر الى ثلاثه شهور وخطيه من 1000 3000 دينار كل من يتوسط في التشغيل في العمل المنزلي. واضح يعاقب بخطية قدر 500 دينار كل مؤجر ما يقومش بيهز عقد العمل لدى تفقد الشغل ومكتب التشغيل والعمل المستقل. نفس العقوبة اللي هي 500 دينار كل مؤجر يتعمد تشغيل شخص منتفع بشراء التقاعد وتولي الخطية دوبل معناها
ألف دينار في صورة العود، معناها عودها مرة أخرى، يعاقب بخطية قدرها ألف دينار كل من يتعمد تعطيل عمل متفقد الشغل. رغم شو ولي عنا متفقد شغل كالنجار كالحداد كل الميكانسي، راهو مش تولي تفقدية الشغل، تجي خاطر الاتحاد قال لك الفئة هذه تشملني، الفئة هذه تهمني، مش يولي عنا متفقد شغل. اللي يجي يعطله راهو يدفع ألف دينار أو مراقب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تفقد أماكن ممارسة العمل المنزلي أو منعهم من القيام بذلك خلال التوقيت الإداري. هذا الكل ندزه باش الكونترات وذلك يولي عنده قيمة قانونية وتولي العباد تعرفه. وإحنا اليوم اخترناه الموضوع هذا باش نعرفه راه فما عقد شغل وراك محمي راك امشي. أنا ديما نقول يقول لي خافت، يقول لي ما نجمتش صغيرة ولا كبيرة، انت ريت أشعر هي لقات أول فرصة امشي لأقرب مركز أمني، نقولها ونعاود راهو مركز الأمن سواء كان حرس سواء كان شرط راك مش تمشي له أبسط حاجة يبعثك للفرقة المختصة. فوالا هذا هو، هذه هو فقرتنا هاو حقك مع نجلة الفجاري. هاو حقك، هاو حقك، وهاو حقك. ان غران برافو، يعطيك الصحه. دونك ظهر لي كان ان ديفي بيناتي انا وياك باش نطرحوا الموضوع هذايا، موضوع للامانه لا يقع تناوله بمختلف وسائل الاعلام. دونك نحنا تسمى دونك اوليه معناها استباقيه بحته في طرح الموضوع هذايا، دونك فيما يخص دونك الوضعيات الاجتماعيه للمعينات المنزليه. دونك مهم جدا اليوم كون بالقانون الجديد الذي وقع العمل به للوصول الى بعث عقود عمل للمعينات المنزليه، دونك مهم جدا تطرق لمثل هذه المواضيع كالعادة والعويد. دونك نشكر كافة الفريق دونك اللي رافقني تلت ساعتين كاملين كيف كيف، دونك خونا المايسترو دونك أحمد مخلوفي، شكرا جزيلا على مرافقتنا الجميلة الممتازة لهذه الحصة. دونك محمد قصراوي يعطيك صحة عسلام، رنوش دونك ميرسي بوكو على عجائب وغرايب، دونك ميرسي بوكو نون على التفاعلات متاعك كيف كيف، دونك نجلة فجيري سلطانة القانون شكرا على الجانب القانوني والتوضيح لكافة المستمعين. وانا ما تبقى لكم مش العادة مش نوصيكم اقعدوا متفائلين راهي الدنيا مازالت بخير وتصبح على خير. تحكي مني طلع روحي في رجع مرتاح.